كافي كافي. افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال، افتح واستقبل ابوابك. او نعمان كيف؟ يسعد صباحكم. لا يسعد صباحك لا يسعد مساك. طيب ليش استاذ؟ لا استاذ ولا بطيخ مبصمير. شو تريد اليوم؟ لا اريد اغاني ولا انتج كل شيء. اليوم جايب لك سالفه مو طبيعيه. ما اريد هسه غير افتهمني. ما اريد حبيبي، راح اغير المشروع وراح اسوي معمل مال ثلج بعد. بس اسمعني. شو تريد من فضلك ولو لحظه؟ قول. اسمعني ولو لحظه. بسرعه بسرعه بسرعه. انا البي ما مخليني. ما عرفنا الانسه. فتوش صديقتي الجديده. فتوش؟ اوه قول لي فتوش بيا صف صارت اسمها. هاي مرحبا بك. المخرج شكيب. المخرج شكيب عمره 18 سنه، ما متزوج، شاب حلو، عينه خضر. شكيب؟ نعم. اي شو تريد؟ المهم عينه خضر طبعا. شكيب استاذ عندي مطرب الك بيخوش خبزه. ايش بيك شكيب؟ مصلي ساعد اقول لك روح جيبه. شو تقول لي فلوس وما فلوس؟ روح جيبه فلوس. اروح اجيبه واجيله ولا؟ يلا رقد بعد شناطر شكيب. رقد؟ يلا. قام ترقد رقد. ابونا راح انتحر. ابد. راح بروح من هنا من الجزر. يلا شكيب روح جيبه وتعال. راح ازرق على راسي. يلا روح. اصبع. اخر راسي قام وجعني. لا 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 هل تموت المطرب المبدع. شوف اقلك شوف اقلك صير عاقل احسن لك تضحك ولا اقول لك طبك مرض انت وهو بهاي الاغنيه الجايفه. حبيبي صحاني احب الفلوس بس مو لهالدرجه. شكيب اخذ هاي الاغنيه وانتجها على حسابي. هم على حسابك؟ اي وفضني. ما تقول ايش طلعت انت؟ لا تقول لي ولا اقول لك. تفضل. شوف اقول لك شوف اقول لك. يلا اشتغلي امشي احسن لك. شوف اقول لك شوف اقول لك بالله حاجين تعال تقدر تفهمني بالسويت تضحك قبالي تضحك قبال الضحك ياني يصير قبال واحد انت هاجم بيت على الاقل اخجل اذا